ثانيا إخراج درس التربية الرياضية. تكلمنا في سياق هذا الفصل مكونات درس التربية الرياضية وكيفية تخطيطه وتجزئته. وبالرغم من ضرورة وأهمية هذه الخطوة فإنها وحدها لا تضمن نجاح الدرس دون اتخاذ الخطوة اللازمة لحسن إخراجه. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الخطوات الواجب اتباعها لإخراج درس التربية الرياضية؟ لإخراج الدرس التربية الرياضية لابد من اتخاذ خطوات ثلاثة، هي أولا ما قبل الدرس، وتعتبر هذه خطوة متوسطة بين الإعداد والتنفيذ، لأن الإعداد يشمل إعداد المعلم نفسه وإعداد الملاعب والأدوات والأجهزة التي تستخدم في الدرس. وتشمل هذه الخطوة ما يلي: إعداد المعلم نفسيا، ويقصد بإعداد المعلم نفسيا إعداد المعلم نفسه، ويقصد بإعداد المعلم نفسه هو أن يهيئ نفسه للدرس، والمقصود بالتهيئة كل ما يقوم به المعلم أو يفعله بقصد إعداد نفسه للدرس ذهنيا وانفعاليا وعمليا. ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: ألف ارتداء اللبس الرياضي المناسب، باء التأكد من وجود الصفارة وساعة اليد، لأن الساعة والصفارة من الأشياء الهامة لمعلم التربية الرياضية. تاء الاطلاع على خطة الدرس السابق وخطة الدرس الذي سينفذه حتى ينتقل من النشاط الذي عالجه إلى النشاط الجديد. 2- إعداد الملاعب والأدوات، ويجب اتباع نظام مناسب في إعداد الملاعب والأدوات كي يسهل عمل المعلم والتلاميذ ويوفر الوقت، ولكي يسير النشاط في الدرس سيرا منظما ويسهل الانتقال من نشاط إلى آخر انتقالا سريعا. وهذا يتطلب عدة أمور، منها تخطيط الملعب المسبق تخطيطا ثابتا لمدة طويلة وإعادة تخطيطها كلما لزم ذلك، ويكون التخطيط بالدهان الزيتي. اللي بعديها التأكد من نظافة الملعب وخلوه من أي عوائق أو حفر لكي تتوفر فيه عوامل الأمن والسلامة. التأكد من أن الأدوات والأجهزة صالحة الأجهزة صالحة للاستعمال وخالية من أي عيوب قد تسبب الأذى للتلاميذ. النقطة الجديدة توزيع الأدوات في الملعب أو على التلاميذ في أقل وقت ممكن ووضعها في المكان المناسب. الاستعانة بالتلاميذ القادة المسؤولين عن هذه المهمة. التأكد من أن العلامات والخطوط المؤقتة اللازمة لبيان وقوف التلاميذ وحركتهم في أثناء الدرس واضحة، وأنها تراعي المسافة بين التلاميذ والمجموعات ولا تعوق حركتهم. تعليم التلاميذ طريقة حمل الأجهزة والأدوات ونقلها والشروط اللازم مراعاتها عند تداولها دون تعرضها للكسر أو التلف. ثانيا أثناء الدرس، إن أول خطوة في تنفيذ الدرس تبدأ عند مقابلة المعلم للتلاميذ في غرفة الصف، وتنتهي عند رجوع المعلم والتلاميذ إليها، ويكون التسلسل الطبيعي لخطوات تنفيذ الدرس كما يلي: ألف مقابلة المعلم التلاميذ في غرفة الصف، ويفضل أن يكون هذه المقابلة في غرفة الصف الدراسي، وخصوصا إذا كانت هي المكان المخصص لخلع الملابس واستبدالها بالملابس الرياضية لضمان إتمام هذه العملية بهدوء ونظام وانضباط وحتى يبدأ الدرس في الوقت المحدد. باء خلع الملابس واستبدال ملابس التربية الرياضية بها. من المشاكل التي تواجه معلم التربية الرياضية عدم تقيد بعض التلاميذ بارتداء اللبس الرياضي المناسب في أثناء مشاركتهم في حصص التربية الرياضية. للتغلب على هذه المشكلة يمكن إقناع التلاميذ بأهمية ارتداء الملابس الرياضية، وذلك بإيضاح التالي: إن ارتداء اللبس الرياضي يسمح بحرية الحركة في أثناء أداء النشاط الدرس المختلف أنشطة الدرس المختلفة، إضافة إلى توفر عنصر الأمان والسلامة. 2- إن ارتداء اللبس الرياضي يحفظ الملابس العادية من التلف والاتساخ. بدي أرجع لنقطة السابقة، توفير عنصر الأمن والسلامة، كيف ذلك؟
نلاحظ أن جميع الإصابات في المدرسة تتم عن طريق عدم ارتداء الحذاء الرياضي، وبالتالي سوف يلعب الطالب حاف القدمين مما يعرض قدميه للإصابة بالجروح ناتجة عن ضرب الأرض بدل الكرة. النقطة الثالثة، ومن النقطة الجديرة بالاهتمام والتوضيح تجنب التلاميذ الإصابة بالبرد والرشوحات، حيث أن ممارسة التلاميذ من النشاط الرياضي اليوم يؤدي إلى سرعة الدورة الدموية وعمل العضلات بقوة أكبر من الوضع العادي، فينتج عن ذلك إفراز جسم العرق، وعقب انتهاء النشاط نتيجة لتبلل الملابس يفقد الجسم حرارته بسرعة، إذ لم يتقيد التلميذ بارتداء اللبس الرياضي وهذا يؤدي إلى الإصابة بالبرد. أما إذا تقيد باللبس الرياضي فيفقد الجسم حرارته بالتدريج، مما ينتج التلميذ تلك الإصابة. يتجنب التلاميذ تلك الإصابة. بالإضافة إلى ما أوردناه، هناك أمور يجب أن ينتبه إليها لها المعلم، ومن أهمها الطلب من التلاميذ عندما يغيرون ملابسهم في غرفة الصف أن يضع كل واحد منهم ملابسه على مقعده بنظام وترتيب. عدم إضاعة الوقت والتقيد التام بالنظام والانضباط. إغلاق غرفة الصف حفاظا على حاجات التلاميذ الخاصة. بين قوسين السرقة. تاء التوجه إلى الملعب. يجب أن يكون انتقال التلاميذ من غرفة الصف إلى مكان اللعب حسب نظام متبع واضح للتلاميذ كافة، ويمكن الاستفادة هنا من تدريب بعض التلاميذ للإشراف على ذلك بوجود المعلم لضمان عدم انزعاج الصفوف المجاورة، ولتتمم هذه العملية بسرعة دون إضاعة الوقت وتوفر عناصر الأمن والسلامة. الوقوف في القاطرات، يعني المجموعات، إن وقوف التلاميذ على شكل القاطرات في المكان المحدد لها في الملعب على أن يكون لها لكل قاطرة قائد يقف أمام قاطرته يساعد المعلم على بدء الدرس بسرعة. أخذ الغياب. من الأمور الهامة في إخراج درس التربية الرياضية تفقد التلاميذ الصف جميعهم، وذلك بأخذ الغياب في الملعب بدقة وسرعة قبل أن يبدأ النشاط. حاء تنفيذ أوجه أنشطة الدرس. عند أنشطة الدرس على المعلم اتباع مالي العمل على إشراك تلاميذ الصف جميعا في نشاط الإحماء وذلك لإعدادهم بدنيا ونفسيا. 2. الانتقال إلى الجزء التمرينات مع مراعاة أسس اختيارها وتدريسها. 3. انتهاء النشاط التطبيقي يجب على المعلم الصف كله لأداء النشاط الختامي وذلك لإعادة التلاميذ إلى حالة نفسية هادئة وإبطاء سرعة الدورة الدموية وجعلهم أكثر استعدادا للانتقال لغرفة الصف مرة أخرى. 4. توظيف الإمكانات المتوفرة بشكل مناسب من ملعب وأدوات. 5. إتاحة الفرصة للمشاركين لمشاركة التلاميذ جميعا وإشراكهم فعليا في إدارة النشاط وإعطائهم فترة مناسبة للممارسة والتطبيق حتى يكتسبوا المهارة المطلوبة. 6. تحقيق الانتقال من شكل إلى آخر أو من مهارة إلى أخرى في أقصر وقت ممكن وعن طريق الحركة. 7. الاهتمام بالمسائل الأساسية وعدم إضاعة الوقت بالمسائل الفرعية وإبراز النواحي الفنية للمهارة بإيجاز ووضوح والتركيز على النقاط الهامة. 8. معرفة كل مجموعة منذ بداية الدرس الأدوات الخاصة بها. 9. مراعاة التوزيع الزمني للدرس بحيث يأخذ كل جزء الوقت المخصص له. 10. بدء الدرس في حالة استعداد التلاميذ جميعهم للاستماع. 11. وقوف المعلم في المكان المناسب الذي يسمح له رؤية جميع التلاميذ بوضوح ويسمع في الوقت نفسه لكل التلاميذ الرؤية والاستماع ويسمح في نفس الوقت لكل التلاميذ الرؤية والاستماع. 12. العمل إصلاح الأخطاء فور وقوع حتى لا تثبت عند التلاميذ أنها صحيحة. 13. مراعاة العوامل الأمن والسلامة في الدرس مما يساعد على حسن التنفيذ والتفادي أي حوادث قد تؤثر على حسن سير الدرس.
13، الحرص على تقديم فرص متساوية للعمل لكل التلاميذ. آخر نقطة 14، استخدام التشكيل المناسب للنشاط المناسب الذي يساعد على إخراج الدرس إخراجا جيدا من خلال توفير الوقت. الوقوف في قطرات تمهيدا للرجوع إلى غرفة الصف. بانتهاء النشاط الختامي ينتهي الدرس، ويفضل أن ينتهي الدرس كما ابتدأ، بوقوف التلاميذ في تشكيل القاطرات. دال الاغتسال، في حال توفر مكان للاغتسال وتغيير الملابس، فإن التلاميذ يذهبون بنظام وهدوء إلى هذا المكان بإشراف المعلم. أما إذا كانت الملابس موضوعة في غرفة الصف، فإن التلاميذ يتوجهون إلى حيث يغسلون وجوههم وأيديهم، ويجب ألا يستغرق هذا الجزء وقتا أطول من اللازم. ذال التوجه إلى غرفة الدراسة الصفية، بعد أن يقوم التلاميذ بالاغتسال، يجب على المعلم اصطحابهم إلى غرفة الصف لاستبدال ملابسهم الرياضية بالملابس العادية، على أن تتم هذه العملية بهدوء ونظام وتحت إشراف المعلم. ثالثا بعد الدرس، وفي هذه الخطوة على المعلم أن يقوم ببعض الإجراءات مثل إخلاء الملعب من الأدوات، والعمل على إرجاعها إلى مكانها بنظام وعدم تركها عرضة للتلف أو الضياع. كما عليه أن يتخذ الطرق الفعالة لجمع الأدوات، وذلك بتوزيع المسؤولية على التلاميذ أنفسهم في مجال إعداد الأدوات وصيانتها وإرجاعها إلى مكانها. الأخطاء الشائعة في تدريس التربية الرياضية. أولاً، أخطاء التقديم المعرفي، شرح الواجب التعليمي، الكلام بسرعة زائدة، الدخول في تفصيلات غير مهمة، إطالة الشرح بشكل عام، تجاهل التركيز على المراحل الأساسية للأداء، عدم مراجعة طريقة الأداء قبل الدرس، تجاهل الوسائل التعليمية في الشرح. ثانيا، أخطاء التقديم البصري النموذج، عدم تمكن من أداء نموذج جيد، عدم الاستعانة بطالب ممتاز أداء النموذج، أداء النموذج بسرعة زائدة، تجاهل التركيز على المراحل الأساسية في النموذج. ثالثا، أخطاء التشكيل وإدارة الدرس، وقوف المدرس وخلفه بعض التلاميذ، وقوف المدرس في وضع يصعب على بعض التلاميذ متابعته، وقوف التلاميذ ووجههم في الشمس للشمس، وقوف التلاميذ بالقرب من أحد الفصول أو المعامل، الوصول بالجري في اللعب إلى نهاية صلبة. رابعا، أخطاء النداء للتمرينات، إهمال برهة الانتظار، الصوت ذو الوتيرة الواحدة، تجاهل سرعة التمرين خلال العد، تجاهل مدى التمرين خلال العد خاصة تمرينات المرونة، تجاهل الإصلاح في تركيب النداء. خامساً، أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس، إهمال تصنيف التلاميذ أو عدم مراعاة الفروق الفردية، إهمال التوزيع النسبي للأدوات والأجهزة على التلاميذ، عدم الاعتماد على القيادات الطلابية وخاصة في تقسيم للمجموعات، عدم الإشراف بطريقة دورية منظمة على المجموعات، تجاهل إصلاح الأخطاء، إصلاح الأخطاء بطريقة شكلية، إصلاح الأخطاء بذكر الخطأ وليس بذكر الصحيح، تجاهل عوامل الدافعية والتحفيز، التحرك الكثير بين المجموعات. خامسا، أخطاء ختام الدرس، تجاهل تمرينات الاسترخاء، تجاهل فترة تبديل الملابس، التعدي على فترة الراحة بين الدرسين، الانصراف بدون نظام، تجاهل أهمية النظافة الشخصية بعد نهاية الحصة وعدم القيام بغسل اليدين والوجه. أخيرا، تجاهل النموذج الجيد من التلاميذ وتجاهل شكرهم. إلى هنا انتهى الدرس.